اهلا وسهلا بكم مشاركي قناه ابخوندغ لو فرونسي افيك حذيفه. في هاد لا فيديو هذا غادي نشوفوا الكور ديال كاتيجوري دوريسي. وقبل ما غادي نبداو في الشرح ديال هاد الكور هذا هاد المربع الحمراء اللي فيها سبسكرايب هي قدامكم، ضغطوا عليها وديروا اللايك وبارطاجيو وبركوا على لاكلاش باش كل ما لحنا ليكسبليكاسيون ديال شي موديل اي وصلك. وانتبه معايا الطالب والطالبة، اكيد انك غادي تفاليدي الا فهمتي، الا وصلتي لدرجة انك تفهم اشنو غادي نشرح وتدي هاد المعلومات معاك نهار ليكزامان، كون اكيد غادي تفاليدي. فاش كنهضروا على لا ناراتولوجي ديال جيرار جونيت كيف ما عندكم في لا بلاتفورم، غادي نشوفوا واحد لا ديفينيسيون ديالها. لا ناراتولوجي بوغ اناليزي لو طون دو ريسي، يعني هي واحد علم السرد باش كاناليزيو شي قصه. الان اكزيست بليزيور، فيها بزاف لوردر، لا دوري، لا فريكونس يعني لوردر هو داك الترتيب، لا دوري يعني الزمان، لا فريكونس يعني التكرار، يعني القصة فيها بزاف ديال الحوايج. لوردر دو ريسي يعني الترتيب ديال لو ريسي، الترتيب ديال الأحداث هو الترتيب ديال الأحداث، لوردر دو ريسي هو الترتيب ديال الأحداث. Il peut y avoir rétrospection ou anticipation. Même en rétrospection, يعني فاش كيدير الكاتب واحد العودة أو دي الراوي فاش كيدير واحد العودة إلى الوراء. لو فلاش باك كيف ما كتعرفوه ولا لو روتور اون اريير هي لا رétrospection. أو anticipation يعني فاش كيتنبأ بشي حاجة كيخدم لو فيتور ولا لو كونديسيونيل بريزون. في لا ريتروسبكسيون كيخدم لو بلوس كو بارفي، تاش عندو لا فالور ديال لو فلاش باك ولا لو روتور اون اريير. واخا دابا هادي ما عليناش، اللي عليك الطالب تفهمو وتحفظو، تفهمو وتحفظو، حيت ضروري انكم تكونوا قريتو الرواية ديال بيلامي باش غتقدرو تجاوبوا على بزاف ديال الاسئله في الامتحان. تيكون عندك في الامتحان تيكون عندك اسئله ديال الفهم من النص، واحد السؤال تيكون على الرومو، وشي جوج اسئله تيكونوا من هاد لا تيوري هادي ديال جيرار جونيت اللي هي لا ناراتولوجي. شنو هما هاد الحوايج هادو اللي خصك تحفظهم وتعرفهم؟ وهما هادو قدامك. اون بو ديستانغي ليليبس، ليليبس هو الحذف، وهو فاش الكاتب ولا الراوي كيحذف بزاف ديال الاحداث. باش كنعرفوا الحذف كاين كنعرفوه بلا لي 3 بوين دو لا سوسبونسيون، هذوك الثلاث نقاط ديال الحذف. شنو قال هنا؟ سيغتان زيفينمون دون لا ناراسيون سون باسي سو سيلونس اي ا سو مومون اون يوتيليز اون ليليبس تمبوريل بور كو لو ليكتور بويس سو سيتو دون لو تيكست. Exemple. Le jour, j'ai, par exemple, le jour jeudi, arriva. Il y a une ellipse temporelle, on peut supposer que les jours précédents n'ont pas été narrés. Il y a هنا تنعرفوا الحذف، يعني الحذف ما كاين لا شي يزيد الراوي شي حوايج اللي هما سكوندير بار اكزومبل. الحاجه الثانيه غادي نشوفوها هي لو سومار، راه تيقول لك الاستاذ جبد لي لي ليبس من لو تيكست، كيقول لك عطيني لا ديفينيسيون ديالو وجبد لي ليكزومبل من لو تيكست. غادي نشوفوا لو سومار كيفاش نعرفوا لو سومير وكيفاش نجبدوه من لو تيكست. اون ريزوم كيلكو ليني دي زيفينمون دو لونغ دوري،
le récit va plus vite que l'histoire. Même en effet, il y a une fiche qui le chasse. فاش تيدير الراوي واحد الخلاصه لمجموعه من الاحداث باش كنعرفوا هاد الخلاصه هادو. حنا غادي نشوفوا لي زيكزومبل لا سين ثالثا لا سين لا سين باش تنعرفوها فين كنلقاوها. تلقاوها في لا بيس دو تياتر. يعني شنو تيكون في لا بيس دو تياتر؟ تيكون لو ديالوغ. هذا هو المعيار باش كنعرف لا سين. قال لك هنا لو طون دو ناراسيون اي ايغال او طون دو ريسي. يعني الوقت ديال الهضره هو الوقت ديال لي استوار نيت. اون راكونت لي زيفينمون تيل كيل سو سون باسي. هو قال لك اكزومبل دون زان ديالوغ. غادي نشوفو لا بوز. ما معنى لا بوز؟ هي الوقفه. فاش تلقاو الكاتب كيوصف وكيعاود شي قصه كيوصف وكيعاود شي قصه. يعني لي دي باساج ديسكريبتيف سالتيرن افيك دي باساج ناراتيف. ما تنساوش المشاركه باش نلوحوا الجديد. تسناو التتمه ديال هذا الكور. شكرا مع السلامه. وبارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو.